بالنسبة للصيام مرضى السكر في شهر رمضان، الحقيقة بيعتمد كثير على المريض نفسه إذا كان له خبرة سابقة بالصيام قبل شهر رمضان، ويعتمد على أنواع الأدوية وشو عنده مضاعفات من السكر، يعني إذا كان عنده مضاعفات من السكر لا سمح الله، خاصة يعني مرضى الكليتين اللي عندهم ضعف بالكلية بدهم ينتبهوا ما يصير عندهم تجفف، وأكثر مرضى اللي عندهم ضعف في الكلية ما بنسمح لهم يصوموا لأنه التجفف ممكن يؤذي الكليتين. نطلب من المرضى أنه يستفسر من الطبيب قبل بداية شهر الصيام، وإن شاء الله الله بيتقبل طاعتكم. كل عام وأنتم بخير.